كابتن عادل الف مبروك، نتيجه منطقيه. يعني انا دائما بقول انه كره القدم فيها الكثير. انا معاك في دي، انا اتعلمنا كده وبنشتغل كده. ازاي؟ انك انت باقي ماتش عندك هناك، صح؟ لازم تدي لم تحسم الامور بعد، ما فيش حاجه اسمها كده. مظبوط، انا معاك في دي. هو انت وصلت؟ لا، انت لعبت وكسبت اربعه. مظبوط، وكسبت اربعه هنا، صح؟ تمام، تروح هناك لازم تلعب وتدي الفرقه احترامها وتموت نفسك وتقفل وتشتغل عشان توصل. بص يا ايمن، عشان برضو النقطه بس ما تتفهمش غلط، مش معنى ان انا بقول ان الاهلي ان شاء الله خلاص باذن الله وصل نهائي انه ما تديش فرقه احترامها وتلعبها باحترام. ده في فرق بين الكلام. ايوه لازم تديها احترامها ولازم تلعب بجديه، ولكن انا بقول منطقيا. انت بتتكلم عن الفوارق الفنيه بين الفرقتين والنتيجه 4-0 مع الفرقه دي خلاص. لا امل لكره القدم طبعا. انا عايز اقول لك حاجه على فرقه وفاق ستيف، بس طبعا مع الفارق. طبعا مع الفارق، فاق ستيف المباراه الاولانيه خسر على ملعبه 3-0 في البطوله، في اول ماتش في البطوله خسر بره ملعبه 3-0، ورجع كسب في ملعبه 3-0 وكسب في ركلات الترجيح 5-4. لكن ده طبعا انت بتتكلم، مش عايز اعمل كده، مش عايز اعمل فورتين. انا قلت مع الفارق يا ايمن، فورتين جامبيا نادي الاهلي بطل افريقيا وبطل قاره مرتين ثلاثه. انا بقول لك مع الفارق، ولكن طب اكمل. الامور لم تحسم. لسه عندك وقت، اتفضل يا كابتن. لا كمل براحتك. انا ما بحبش حته النغمه ان احنا وصلنا. وانا معاك في دي. انا هلعب الماتش اللي هناك، صح؟ والنتيجه 0-0، واروح هناك ادافع عشان ما اخسرش. دي واحد. تمام. اتنين، عشان اوصل، لان انا لسه ما وصلتش. هكذا اتعلمت الكره، انت فاهمني. مبروك، عملنا اداء كويس، جبنا عدد تجوان كافي يقدر يخليك عندك ثقه كبيره قوي في اللقاء القادم. ولكن ما زلت بقول، لسه مش هنتكلم عن الفنيات، ما زلت بقول لسه الملعب موجود في الشوط الثاني المباراة.